على مستوى المنظمه، نتكلم على مستوى المنظمه الان، للاستجابه للمتطلبات الخارجيه الحرجه كتغيير الاسعار والعروض السعريه والى اخره من هذه الامور التي تتنافس فيها المنظمات لكي تسيطر على السوق او لكي تحقق اهدافها في نموها السوقي، لتحقيق اهداف المنظمه كتحقيق معدل نمو مستمر. طيب حقائق نعيشها الان، هذه المنافسه ضرورية جدا، لأن العصر الحديث فيه هناك حقائق كلنا نعيشها ونعاصرها. من هذه الحقائق تطور تقني متسارع أدى إلى تسارع ذات المعروض كما ونوعا، وهذا ملاحظ تماما على مع ظهور السوق الصيني وإلى آخره، فهناك زيادة من المعروض كما ونوعا. تمركز القوى السياسية والاقتصادية في الموالين لمبادئ العولمة، وكما قال سمو الأمير، هل هي إيجابية هل هي سلبية؟ هناك من يقول هذا وهناك من يقول هذا. الاتجاه نحو إزالة أو على الأقل تذليل معوقات التجارة العالمية وفتح الأسواق، توفر معلومات الأسعار عبر القرارات وليس أدل من الإنترنت والأمازون وإلى آخره، مراتع الاحتكار وأسواقه في تناقص، استعار حروب الأسعار، تقلص هوامش الربحية. العلامات التجارية أصبحت متشابهة إلى حد ما، يعني اللي ما عجبه مثلا كالفن كلاين ممكن يروح لشيء مشابه تماما، ليس بالضرورة نفس الاسم ولكن المستوى الاجتماعي قد يكون نفس ال ما نبغى نتكلم عن سوني طبعا لأنه معيار السعر كأساس لقرار الشراء، طبعا بالإضافة إلى الأزمة المالية وكساد العصر و أيضا الهيكل الأخلاقي للتعاملات، الأمانة والعهد والثقة إلى آخره من هذه الأمور التي كلنا نعيشها. هنا أصبحت لابد أن يكون في هناك تنافسية وتنافسية أخلاقية في الواقع. طيب خصائص بيئة الأعمال التي دعمتها مبادئ الإدارة الحديثة والسلسلة الاستراتيجية بالطرق التي درسناها في مدارس إدارة الأعمال أصبحت الآن في تغير مستمر، ولذلك لابد من إيش؟ مما يستدعي التعامل مع الحقائق الجديدة بمجموعة محدثة من المهارات. تحدث عن مجموعة من المهارات سمو الأمير، سواء مهارات المهارات الشخصية والسلوكية، سواء المهارات الجماعية، المهارات الإدارية إلى آخره، والأدوات الإدارية والاستراتيجية التي يمكن أن تستخدم في تحقيق التنافس وأهدافه. طيب كيف؟ هناك بعض المقترحات. في الواقع هناك مداخل كثيرة في الأدبيات حقت التي تتحدث عن التنافس، تختلف بحدة التنافس الموجود في السوق. طبعا هناك في تنافس يبدأ من تنافس بسيط جدا قد يستدعي الأمر أنك أنت فقط تكون سعرك أقل أو تكون عندك خدمة إضافية، زي مثلا ولا مع البنزين يديك علبة كنكس تكفي أنك أنت، لكن قد يعني تحتد المنافسة إلى الحد أن تصبح منافسة قاتلة في الواقع الدموية. ولذلك هم يعني الآن في اتجاه حديث بأنه ما يسمى بالريد أوشن والبلو أوشن استراتيجي، هو يقول لك أنه لما تكون المنافسة وصلت إلى الحد أنك تعيش في محيط أحمر، بمعنى المنافسة جدا شديدة، ليس هناك من بديل إلا أن تنتقل إلى محيط جديد بنشاط جديد، بمنتجات جديدة، بأفكار جديدة، بوسائل جديدة، وتكون في معزل عن هذه المنافسة الدموية إلى محيط أزرق تتحقق فيه جميع الأهداف التي تريدها. في الواقع أنا عندما قرأت يعني ما قرأت التفاصيل حقت الاستراتيجية هذه تبادر إلى ذهني شيء واحد، هي في الواقع تعريف أو تقنين حديث للهجرة. ليست يعني فقط الهجرة من مكان عندما تضيق الأمور، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، عندما تضاقت الأمور إلى الحد التي وصلت فيه إلى مستوى معين اختار أن يذهب إلى المدينة ويبدأ دولة الإسلام في الواقع بدأت في المدينة. طيب خلينا هذا ملخص تماما، نشوف إيش المتطلبات الرئيسية. ما هي المتطلبات الرئيسية؟ هناك في prerequisites، يعني أنا حتى أكون في وضع أستطيع أن أتنافس فيه لابد أن تكون لدي عدد من المتطلبات الرئيسية التي تتيح لي القدرة على التنافس. أولا المعلومات، المعلومات، المعلومات. بدون معلومات لا يمكن أن يتنافس الإنسان.
يعني احنا انا كنت بدي اجيب لكم، قلت لقد لا يسمح الوقت، كنت بدي اجيب لكم مقطوعه قطعه صغيره فيديو عن من برنامج في البي بي سي جاء اسمه بريديتورز، عن تشيتا بيهاجم يحصل على غزال صغير. في تحليله كان ممكن احلله معاكم، في يعني يديك كل عناصر التنافسيه الموجوده، يبدا بالتلفت عشان يشوف ايش المحيط عنده، وطبعا بيشرح هذا انه لا يستطيع ان يهاجم الا عندما تكون المسافه بينه وبين الفريسه 30 متر، فلا بد ان يقترب بدون ما تراه ب 30 متر. ثم بعد ذلك هو مؤهل فطريا، ربنا سبحانه وتعالى خلقه بطريقه يعني ميكانيكيه بيولوجيه جميله جدا، بحيث انه عندما يطارد الفريسه بيطاردها بطريقه يعني تستطيع ان توازيها بالممارسات الاداريه بين القائد وبين التابع. تحصل الغزاله مثلا بتروح يمين وشمال، هذه مناورات، لديه القدره ان يكون من المرونه ان يتابع هذه المناورات. شيء اساسي ايضا ما يعرف بالستامينا، القدره على التحمل والصبر. الفهد او التشيتا اذا كان لم يستطع ان يمسك بفريسته في خلال فتره زمنيه معينه، ترتفع درجه حرارته الى درجه قاتله ولا يستطيع ان يمسكها، فاذا في عنده حد معين. لكن فضلت ان انا ما اجيبها، شرحتها بدون ما نجيبها. فالمعلومات مهمه جدا. الشيء الثاني وجود هيكل استراتيجي متكامل بمفهوم موحد مشترك لدى منسوبي المنظمه، وهذه في الواقع من اصعب الامور، لان عندما يكون المنسوبين يعملون في اتجاه والاداره الاستراتيجيه تكون في اتجاه، سيكون هناك هدر كامل، او هدر يعني ليس كامل لكن هدر كبير للموارد، مما تكون الضحيه هي كفاءه الانتاج. وعندما تدهور الكفاءه نصبح نتقلص في ايش؟ في الاداء التنافسي. كفايه الموارد الماليه والبشريه والاليه، يجب ان تكون لديك يعني لا نقول والله مثلا انا ما عندي والله عمال، ما عندي موظفين، ما عندي احتاج الى تمويل، ما في فلوس، الالات اللي عندي قديمه، الالات اللي عندي عطلها كبير، هذا ليست من، فاذا لابد ان تكون في هذه هنا ما الذي اقصد باللياقه التشغيليه، اللياقه التشغيليه. ورابعا مرونة اتخاذ القرارات التشغيلية، بمعنى أنه لا تخضع القرارات، يجب أن لا تخضع القرارات التشغيلية إلى يعني أعباء البيروقراطية والمركزية وإلى آخره، فلأن هذه لا تحتمل. التوقيت مهم جدا، timing is important، فعشان كده لابد أن يكون هناك مرونة. الحلول المقترحة، هناك عدد من الحلول المقترحة على مستوى المنظمة وعلى مستوى التشغيلي، أنه أولا التركيز على إبقاء خصائص، يعني زي ما قلنا إذا كانت المنافسة ليست حادة، منافسة إلى حد ما متوسطة إلى متدنية، نقول التركيز على إبقاء خصائص المنتج والخدمة في مستويات المنافسة، والتركيز لإيجاد، هنا الدال سقطت سهوا، والتركيز لإيجاد فرق ملحوظ في واحد على الأقل من الخصائص التنافسية للمنتج والخدمة، كالسعر والخدمة والمزايا غير السعرية. يعني يكفي في هذه المرحلة أنك أنت تتميز لو بمحور واحد من المراحل، والباقي كله أنت في وضع تقريبا متساوي مع المنافسة، فيكفي أن تتميز عنهم في واحد، وبالتالي تصبح أنت القائد في هذا الحال. إمكانية زيادة قاعدة العملاء كما سيتضح دائما، تسقط دال وألف، يمكن يجمعهم يطلعوا كلمة حلوة دي معنا أجمعهم دال وألف دحين، كما سيتضح في الشريحة التالية أو في الشريحة القادمة. يعني إمكانية التواجد هنا في عفوا ما شرحت الثانية، إمكانية زيادة قاعدة العملاء، بمعنى أنه أنت الآن هناك من العملاء، حفصلها في الشريحة اللي بعدها، هناك عملاء حاليين، عملاء ما بقى الآن موجودين لكن ما بيشتروا منك، وفي عملاء أصلا بعيدين عن السوق حقتك، فبالتالي كيف يمكن أن أستغل وجود هذول الناس وأقدر أكسب منهم جزء، فبالتالي أستطيع أن أتنافس في هذه العملية. إمكانية التواجد في أسواق جديدة أو فتح أسواق جديدة. هناك اتجاه قدم حديث هذا تكلمت عنه، في حال التنافس الشديد الذي قد يتسم بالدموية، من هنا تسمي هذا الاتجاه بالانتقال من المحيط الأحمر إلى المحيط الأزرق. طيب هنا النطاقات الثلاثة اللي هي الشريحة اللي قلت لكم عليها نشرح فيها، النطاقات الثلاثة، في عندنا النطاق الأول العملاء الموشك قدومهم،
والعملاء، والنطاق الثاني الرافضين للمنتج والخدمة حاليا، وفي النطاق الثالث من هم خارج الحدود التشغيلية الآن، وهي تتمثل بهذه الرسم.